البيضاء. مشاهدينا الكرام، لحظات قليلة فتحت البوابات على بركة الله. اندفاع علي جياد وافراس الانتاج عمره الاربع سنوات الفائزة في سباق او سباقين متنافسة في هذا الشوط على مسافة 1800 متر. تبدأ نصوحة ابنة علم في المركز الاول الان في هذه المنافسة، فيما اتابع حامد دخيل من المسار الخارجي وايضا بطران من المسار الداخلي ومشبهر ايضا في منافسة قوية تجمع هذه الاسماء قريبة من بعضها جميعا في هذه الصورة. ابا حفص ايضا في المركز الخامس على ما يبدو في هذه الصورة، في المركز السادس، فيما نصوحة ابنة علم تتقدم متقدمة على حامد دخيل صاحب المركز الثاني. الآن يتقدم حامد دخيل، يتقدم إذن للمركز الأول في هذه الأثناء من المسار الخارجي إلى جوار نصوحة من المسار الداخلي في هذه الصورة التي بات واضحا تقدم نصوحة. حامد دخيل ثانيا، وأيضا المنافسة قادمة من بقية الأسماء. أبو ذراع تقريبا بدأ التقدم، أبو ذراع من المسار الخارجي، وأيضا أبرق عزيز في هذه الصورة بقوة ما شاء الله تبارك الله، وأيضا الحضور يأتي من بقية الأسماء. مشاهدينا الكرام، نصوحة أم التقدم الذي يأتي من أبرق عزيز من المسار الخارجي يتقدم للمركز الأول، وبقوة أبرق عزيز. نصوحة تحاول أن تعود من جديد، ولكن أبرق عزيز بسرعة البرد ما شاء الله تبارك الله. أبرق عزيز ابن أكناي لمحمد الجكوان ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وهذه النتيجة إلى خط النهاية. إذن أبرق عزيز ما شاء الله تبارك الله، أبرق عزيز